ليه حيوان؟ انت اساسا بتعرف شو شغلك شرب الوهبة؟ هي شغلك انك تنتبه على مصالح لبنان مع دول الخارج، الخليج وغير الخليج. شغلك تنتبه على مصالح لبنانية بالخارج. انت عارف امبارح نسفت مبدأ شغلك من بكرة ابوه؟ انت عارف امبارح نسفت مصالح لبنانية بدول الخليج نسف؟ يعني والله ما بعرف، خربتولنا بيتنا بلبنان وبدكم تخربولنا بيوتنا كمان بالخارج؟ ما المغترب تعطوله مصرياته هون بالبنوك، كل اللي اشتغلوا برا ما بقى مين يخبر عنه بلبنان، جايين تخربولهم بيوتهم بعد بالخارج؟ وليه بلبنان صار في اكثر من 60% بطالة، جاي تخرب بيوت العالم اللي عم تشتغل بالخارج كمان؟ بدكم كل لبنان يصير عنده بطالة على شغل قاعدين عم نكش دبان؟ انه شو بعد بدكم؟ قل لي بعد شو بعد بدك؟